اهلا بكم طلبة وطالبات الصف السادس ادبي. ان شاء الله النهاردة هشرح المضروب والتباديل. هبتدي بالمضروب. المضروب ليه رمزين، لا اما كده حاجة زي حرف ال كده، لا اما علامة زي الاي مقلوبة. المشهورة دي اللي مشهورة. يعني ايه مضروب بقى؟ مضروب يعني هات مفكوك العدد ده لحد ما توصل للواحد. مش فاهم؟ يعني هو عبارة عن 5 في 4 في 3 في 2 في 1. يعني من الواضح ان هو لازم يكون رقم صحيح موجب، لازم يكون رقم صحيح موجب. لو قلنا مضروب 3 مثلا، دي معناها ايه؟ 3 في 2 في 1. ساعة ما بتوصل للواحد الموضوع انتهى. يعني أنا دلوقتي لو عايز مضروب ان بيساوي ال ان دي، وارجع اشيل منها واحد وارجع اشيل كمان واحد وهكذا. ال ان انت مش عارف اخرك ايه لحد ما توصل لتلاتة في اتنين في واحد. كمان مرة يا شباب، انا عاوز مضروب ال n ناقص 3. يبقى n ناقص 3 هطرح منها واحد، n ناقص 4 هطرح منها واحد، n ناقص 5 وهكذا. كمان مرة، اتفقت ان الرقم ده اسمه مضروب. دوت يا شباب ده رمز المضروب. مضروب ان قلنا معناه ان في ان ناقص 1 في ان ناقص 2 في ان ناقص 3 لحد ما نوصل لتلاتة في اتنين في واحد، لانك انت كده كده بتفك لحد ما بتوصل للواحد. يعني مثلا لما كنا بنقول مضروب 9، هي 9 في 8 في 7 في 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1. يعني آخر رقم بيبقى 3 في 2 في 1 دايما. ماشي؟ طب كده أنا عرفت يعني إيه مضروب. ممكن بقى يجيب لك مسألة تحس إن هي صعبة، يقول لك إيه مضروب ال n على مضروب ال n ناقص 3 دي بكام؟ المضروب معناه انك بتفك لحد ما توصل لتلاتة في اتنين في واحد. فانا هفك دي ان، بعد كده ان ناقص 1، بعد كده ان ناقص 2، بعد كده ان ناقص 3. وعايز تقول له انك هتكمل على طول، حط له مضروب. يعني مضروب جنب دي، يعني انت جايب مضروب دي بس على ان ناقص 3 مضروب. مضروب ان ناقص 3 هيروح مع مضروب ان ناقص 3. بقت النتيجة بتاعتي ايه؟ النتيجة بتاعتي ان في ان ناقص 1 في ان ناقص 2. في ملحوظة، مضروب الصفر 1. ملحوظة، مضروب الصفر 1. كمان مرة، لو كان مضروب ال n بيساوي 24، ال n دي بكام؟ مش مضروب ال n ده عشان نجيبه كنا بنفك لحد ما نوصل للواحد. انا هبتدي من الواحد، 1 ضرب 2 ضرب 3 كده كام؟ 6 ضرب 4. الواحد في 2 ب2، الاتنين في 3 ب6، الاربعة في 6 ب24. يبقى ال n دي طلعت بكام؟ ب4، لأن مضروب 4 كان بيساوي 4 في 3 في 2 في 1. يعني يا شباب لما يكون عندك مضروب وهو مديك رقم زي ده كده، ابتدي من الواحد من الآخر ومعاك الآلة الحاسبة تشتغل بيها.
مش فاهم. كمان مرة. معايا مضروب ال ان او ان ناقص واحد بيساوي 120. هقوم جايب من اول الواحد، واحد في اتنين في تلاتة في اربعة، اجرب دول يدوني 24 في خمسة، ادتني 120. لو جربت دول كده، يعني انت بتبتدي من اول الواحد. في مدرسين يعني يتقلوا عليك الموضوع شوية، بيقوم جاي عامل ايه؟ قايل لك 120 حللها، تقسم على الاتنين يبقى النتيجة 60، 60 على الاتنين تديك 30، 30 على الاتنين تديك 15، 15 على الاتنين أو على التلاتة تديك 5، على الخمسة في الواحد. فاهم؟ قايل لك اضرب دول في بعض يدوك 4، يبقى النتيجة 5 في 4 في 3 في 2 في 1. الاتنين مأدين لنفس الطريقة، بس انت ما تشغلش دماغك في الامتحان ولا تتعب نفسك. انت كده كده بتبتدي من الواحد، ما ده مضروب اخر واحد، اقوم جايب واحد في اتنين في تلاتة في اربعة في خمسة لحد ما اوصل. المهم ان ال n ناقص واحد طلعت بالرقم الكبير اللي هو كام؟ الخمسة، ومنها ال n بتساوي 6. المضروب أو التباديل بتتكتب ان بي ار، هي موجودة على الآلة الحاسبة يا شباب. لو دي الآلة الحاسبة مثلا، في زرار هنا اي سي وفي زرار هنا دليت، هنا العلى والفي وزرار الفي، بتلاقي هنا كده ان بي ار اصفر، بتتك على شيفت عشان تكتبها، بتقوم كاتب الرقم وشيفت ده والضرب، هيقوم ظاهر لك بي، تقوم حاطط الار بتاعتك زي ما يديها لك. الان سي ار موجوده هنا جنب زرار العلم، حاول كده تجرب وتشوف. المهم عشان بس اشرح لك يعني ايه تباديل، التباديل بيقول معناها مضروب ال ان على مضروب ال ار او ال ان ناقص ال ار. مش فاهم. انا عاوز اجيب تباديل 3 2. قال لي معناها ايه؟ معناها فك التلاتة دي. قلت له 3 في 2 في 1، وفك الاتنين، قلت له الاتنين في واحد، شيل دول مع بعض يبقى النتيجة 3. غلط. مش هنا قلنا ان ناقص ار؟ ايوه. 3 ناقص 2 كام؟ 1، يبقى النتيجة 6. ركز معايا في الكلام، ركز. ان ناقص الار. مش فاهم. مفيش طريقة اسهل؟ في طريقة اسهل قوي. التلاتة فكها مرتين. التلاتة فكها مرتين، يعني تكتب 3 في 2 كده، انت جبت الرقمين وطلعت النتيجة. مش فاهم. تاني افهمك تاني، واحدة واحدة. انا عاوز اعرف 4 2 دي بكام؟ قال لي لها حلين، حل وحل اخر. اول حل ليهم انك تقول لي ان انا عايز مضروب الاربعة على مضروب الاتنين اللي هي 4 ناقص 2. هتقوم مطلع دي 4 في 3 في مضروب الاتنين، لان انا ممكن اقف كده، ما هو معنى مضروب اتنين اني كمل لحد الواحد، على مضروب الاتنين. هاخد يا شباب ازاي يحل معادلة التباديل ومعادلة المضروب. لو اني معايا مثلا ب ان 3 بتساوي 120، عاوزين نعرف ال ان دي بكام.
في طريقين، طريق انك تحلل تاخد ال 120، 120 على الاثنين 60، على الاثنين 30، على الاثنين 15، على الخمسة فالتلاتة، على التلاتة فيها الواحد. انت كده عاوز تلات ارقام ورا بعض يدوك 120، معنى التباديل ان مضروبة تلات مرات تديني 120، يبقى ان في ان ناقص واحد في ان ناقص اتنين تديني كام؟ 120. يعني انا عايز اخلي دول يا شباب تلات ارقام ويكونوا ورا بعض. قمت جاي ضارب مثلا، بعد ما فكيت الارقام كده جيت ضربت الاتنين في تلاتة بستة، بقى في ستة وبقى في خمسة وبقى في اربعة، كده ارقام ورا بعض، يبقى دي اتفكت لستة في خمسة في اربعة. تاني تاني عشان الموضوع تقل شوية، انت معاك ده 120، انا عاوز افكه لتلات ارقام، ده عدد الارقام اللي انت هتفكها، هتتفك لان وان ناقص واحد وان ناقص اتنين، مش عارف تعمل دول مش مشكلة، المهم انك عارف انك هتفك ده تلات ارقام. طب افكهم ازاي تلات ارقام انا ما بعرفش؟ بص اشتغل بطريقة المضروب. طريقة المضروب كنت بنقول واحد في اتنين في تلاتة في اربعة في خمسة، صح؟ ايوه دول ادوني 120. تمام، الاتنين في تلاتة دي بكام؟ الاتنين في تلاتة دي بست. جمد يعني، جمد، اضرب رقمين الصغيرين في بعض كده جمدهم. الواحد كده كده مش فارقة، بقى معايا الارقام اهي، خمسة في ستة او ستة في اربعة في خمسة، احنا بنكتبهم بالترتيب من الكبير للصغير، يبقى الرقم الكبير هو الرقم الكبير، يبقى معنى كده الان دي بكام؟ الان دي بتساوي ستة. تاني يا شباب، تباديل ان تلاتة بتساوي 504، قمت جاي محلل الرقم 504 على الاتنين، قامت مدياني 256، 252، 252 على الاتنين فيها 126، 126 على الاتنين ما هو ده عدد زوجي، 126 لما اقسمها على الاتنين ادتني 63. ال 63 بنشوفها كام في جدول الضرب؟ انت ما انتش عارف، اجمع الرقمين دول، دول ادوني 9، يبقى لو قسمتها على التسعة تقوم مدياني 7، على 7 فيها كام؟ فيها الواحد. بقت الأرقام 7 × 9 × 2 × 2 × 2، أنا عاوز يكونوا تلات أعداد بس، فانت لو ضربت التلاتة دول في بعض 2 × 2 × 2 هتقوم مدياك كام؟ هتديني 8. يبقى الأرقام بقت 9 × 8 × 7، بكتب بالترتيب. واحد تاني قال انا معرفش، انا معرفش الكلام ده، فك كأنك بتفك جدول الضرب وجمع. الان طلعت بكام؟ الان طلعت ب9. نشوف مثال تاني، ان في 2n ناقص 1 مضروب، قال لي دي بتساوي 12، هي الان بكام؟ قلت له سهل خالص، ركز بس كده معايا، الموضوع مش صعب، اضرب هنا في 2 وهنا في 2، ليه؟ عشان اللي جوه المضروب دي 2n مش n بس،
فانا هقوم ضارب هنا في 2 واضرب هنا في 2، يبقى 2n في 2n ناقص 1 بتساوي 24. دي معناها ان رقمين 2 ورا بعض كان في رقم وشلت منه واحد، يبقى كده هما ورا بعض مضروب بتساوي 24. خلاص ماشي، ال 24 دي كان في كام؟ الستة في أربعة، يعني أربعة في تلاتة في اتنين، لأن في هنا مضروب لازم توصل للواحد، يبقى دي 2n في 2n ناقص 1 مضروب، أصبح النتيجة ال 2n بأربعة، يبقى ال n الواحدة بتساوي 2. نشوف كمان سؤال. مضروب ان 3 بتساوي 8 في مضروب ان ناقص 1 2. احنا عايزين الان دي بكام؟ فكيت دي انا هفكها 3 مرات، ان ناقص 1 ان ناقص 2، ده معنى العدد اللي تحت ده. هنا 8 فك ده مرتين، ان ناقص 1 ان ناقص 3 ناقص 2، دول راحوا مع دول، لو قسمنا عليهم بقت الان بتساوي 8. لو الدرس عجبكم ابعتوا لي تعليقاتكم عشان اعمل المزيد، والى اللقاء في درس اخر باذن الله.